القانون الدولي الموعود، يستخدم مصطلح متعدد الأطراف منذ الوجود. عندما تعمل ثلاث دول أو أكثر مع القانون الدولي بشكل تعاوني مبدئيا، بحقوق متساوية ولا سيما إبرام معاهدات إنسانية شروط شروط دبلوماسية سلوكية. ففي المعنى القانوني يعرف البروتوكول على أن اتفاقية دولية تحسين أو تكميل أو أنه ملحق بمعاهدة ما كان كما قد يطلق على الأصول أو كقواعد تعمدت مثاليا، يرجع إليها ويرجع إليها الأطراف عند الاختلاف في تفسير المعاهدة سلوكا دبلوماسيا. فإنه يطلق على مجموعة القواعد والإجراءات والاتفاقات والاحتفالات رقما ماسيا متصل بالعلاقات بين الدول أو مجموع الإجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التام بالمعاملات الدولية وتقوم تنفيذا للقواعد الدولية أو بناء على العرف الدولي العام. وقد اشتق مصطلح بروتوكول من الكلمة الإغريقية بروتوكولان، الغراء الأول للالتحام، الغراء الأول للالتحام. مصطلح من فعل لصق، مصطلح من فعل لصق ولصق ورقة ولصق ورقة على الجزء الأمامي من وثيقة مختومة لحفظ المستدام. تعلق بداية بالأشكال المختلفة والملاحظة في المراسلات الرسمية بين الدول والتي غالبا ما تكون ذات طبيعة تفصيلية وعلى مر الزمن خالية من علم. وقد اتسع هذا المصطلح ليشمل مجالا أوسع من العلاقات الدولية واختلاف بلاد في قانون التجارة العالمي الكات. يتم تعريف الاتفاقيات متعددة الأطراف لصد زلل
التي يتم إبرامها بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، والتي تنطبق بالتساوي جمعا. وبناء عليه يمكن فهم التعددية على أنها نظام اقتصاد عالمي قائل لو أحسن صنعا. متعدد الروابط مع أسواق مفتوحة لجميع الأطراف أحدثت جشعا على الصدور المترفعة إذا شاركت دول فردية فقط في اتفاقية تجارية حرة أو اتحاد جمركي بات الحال مشجعا. اكتسبت تعددية الأطراف أهمية وحلت محل الدبلوماسية المشتركة بين الحكومات ترفعا. ثنائية في العدد من المجالات فظهرت العديد من المنظمات الدولية الأشد تطلعا. في فترة قصيرة من الزمن وأهمها اليوم الأمم المتحدة خلفا لعصبة الأمم لا تصنعا. استجابة لتصورات أحادية متزايدة تأسس التحالف من أجل التعددية واجه نظام تعدد الأطراف تحديات متزايدة منذ نهاية الحرب الباردة استغلت مندفعا. أصبحت الولايات المتحدة مهيمنة بشكل كبير عسكريا واقتصاديا. عدد بلدا مبدعا استغلت مدافعا. فبالطبع باتت تطبعا منذ نهاية الحرب الباردة استغلت مندفعا. أصبحت الولايات المتحدة مهيمنة بشكل كبير عسكريا واقتصاديا. عد بلدا مبدعا. ما دفع إيران والصين والهند إلى التشكيك في أهمية الأمم في أهمية الأمم المتحدة بالدليل مرافعا. ظهر في الوقت نفسه تصور من قبل رؤساء هذه المنظمات الأممية كن خادعا. بدأ هذا التصور عندما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في أكتوبر قطعا قاطعا عام 1999
المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية صانعا وبائعا، التي وقع الرئيس كلينتون في سبتمبر عام 1996. هل سألتم مراجع؟ رفضت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش قدر منافع كاتفاقيات متعددة الأضرار، كاتفاقية كيوتو والمحكمة الجنائية الدولية ممانعة، ومعاهدة أوتاوا تحظر استخدام الألغام الأرضية المضافة للأفراد ليس مانعا، ومشروع قرار ضمان امتثال الدول لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية سكنت مقالعا، ومشروع قرار ضمان امتثال الدول بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية سكنت مقالعا، انسحاب خلال إدارته من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية لطخ ناصعا، التي وقع عليها ريشارد نيكسون والاتحاد السوفيتي سابقا 72,900,000 باستسلام لو للسلام طابعا. باستسلام لو للسلام باستسلام لو للسلام طامعا، لو للسلام طامعا. في القانون الدولي الموعود يستخدم مصطلح متعدد الأطراف منذ عهود، عندما تعمل ثلاث دول أو أكثر مع القانون الدولي بشكل تعاوني مبدئيا بحقوق متساوية، ولا سيما إبرام معاهدات إنسانية شروط دبلوماسية سلوكية. ففي المعنى القانوني يعرف البروتوكول على أنه اتفاقية دولية للتحسين أو تبنية، لا كما يستعمل مجسا للتطوير وللتطبيق والتخييع، لا كبروتوكول نظامنا الملكي تقبيل اليد والقدم والاستسلام التام. بئسا بمعاهدة تجر الذل على أصحابها، بئسا
من يضربون بأيديهم وبعصيهم وبأسلحتهم وبأموالهم، من غدوا عبيدا ويرضى شهيدا.